لا حول الله يا رب، غير ده ترسخن تاني. في ايه بس يا اسطى؟ انزل اديني نزلت اهو. افتح الكبوت. حاضر في اليوم النحس ده بقى. امسك يا اسطى الكبوت، امسك. شو قلت لك سخن تاني؟ كان اصولنا يا اسطى نكشف على اليداتير قبل ما نتحرك. انت هتقول لي كان وكنا، هتعملني فيها حكيم؟ خلاص بقى يا اسطى، نط نط، هات الجردل من الصندوق من فوق وملا ميه، نعمل لها كم مداد، دي الغاليه. حاضر حاضر يا اسطى، اما نشوف ايه اخرتها. هجيب الصندوقات. اوعى اوعى. فين الجر؟ عفريت عفريت يا اسطى رشاد، عفريت قتيل قتيل يا اسطى رشاد، قتيل قتيل. عفريت ولا بنات؟ بص يا اسطى قتيل يا اسطى، قتيل يا اسطى، قتيل قتيل يا اسطى. هنعمل ايه يا اسطى؟ هنعمل ايه؟ عسكري يا عسكري يا اسطى. بتنده العسكري ليه يا اسطى؟ احنا مالنا؟ انا ما عملتش حاجه. قتلته يا عسكري. قتلت مين يا اسطى؟ انا عتال غلبان، لا روحت ولا جيت. هي بتبدا كده وبعد كده بتعملوا الجرايم بتاع عسكري. يا اسطى حرام عليك، سيبنا ربي عيالي اعمل معروف. انا ما كنتش عايز اشتغل معاك من اصله. ما انت عندك عيال، امال انا عندي ايه؟ يا عسكري يا اسطى حرام عليك. بقول لك ايه، تعالى معايا النقطه اسلمك خد المكافأة ويا دار ما دخلك شر. يا عسكري يا اسطى حرام عليك، انت عربي ايدك نحس وانت نحس، ايه اللي جابني بس يا ربي؟ ومع ذلك اشتغلت معايا. ايوه كيف؟ ايوه قتلته يا عسكري. بقول لك يا اسطى رشاد، ايه اللي هناك ده؟ يا نهار ابيض. ولا ولا سبتني لوحدي ليه يالا؟ سبتني لوحدي ليه يالا؟ عسكري يا عسكري. مالك يا عم؟ فيه ايه؟ الواد العتال اللي معايا عمل عو العو. روح عو. ايه وروح ايه؟ فيه ايه؟ مالك يا عم؟ فيه ايه؟ انصرف انصرف بأمر البوليس المصري. بوليس مصري ايه؟ انت فاكرني روح؟ انا بني ادمه. بني ادمه؟ انت مش كنت ميته فوق في الصندوق؟ ميته اهتف من بقك. انا كنت نايمه نايمه من التعب. واللي على هدومك ده ايه؟ وحمه؟ لا ده دم. دم؟ عسكري. عسكري ايه بس وليه؟ ده دم من الزار. لا ده زار في زرع عز الدهر. ده كان امبارح بالليل. ما هو اصل ام سعيد النصابه ضحكت على علويه هانم وقالت لها اني يعني مش هنخف الا بالزار. ام سعيد وعلويه وزار؟ يا مرحب يا مرحب. انا عايز اسال سؤال، ايه الجنان اللي انت فيه وطلعت عربيتي ازاي؟ ما هو اصل اني هربت من البلد كلها. بلد ايه؟ كفر الزيات. وكمان كفر الزيات؟ ايه اللي دخل كفر الزيات في الموضوع ده؟ هنحكي لك كل حاجه، بس هغسل الجلابيه الاول هنا وبعد كده بقى هقعد اقول لك على كل حاجه. تغسليها ازاي وانت لابساها؟ ماني هنطلع في صندوق العربيه وانت هتغسلها، ينوبك ثواب فيا. شكلك كده بنت حلال، بس انت انسي بجد. ايوه. طيب هعمل معاكي خدمه. انا كنت جايب جلابيه النمره 3 وهي مقاسك كده بالظبط 42، هجيبها لك تلبسيها واقف انا نادرج اخلي بالي من اللي رايح واللي جاي لغايه ما تلبسيها وتيجي تحكي لي حكايتك من طقطق لسلام عليكم. ماشي، متشكره قوي قوي، الله يكرمك. الله يكرمك انت. تعالي. سيبنا لوحدنا، قلت لك سيبنا لوحدنا. فوتي يا مونتي.
دفنوش بيته؟ عايز نزول قبره؟ ما بعدكش مدي، لكن هحاول. سامحني يا صاحبي، سامحني يا شبيطة، ما كانش ممكن نمنع اللي حصل، لأنه صعب الواحد يغير المكتوب. الإنسان مهما كان قوي ضعيف قدام إرادة ربنا. بس كان نفسي نكون معاه وهو بيتدفن في الغربة. مكنش كنت أشوفه حياك يا مامتي. كنت تديني إبرة ولا شوفي لي أي حاجة تفوقيني بيها. والله يا مونتي، عشان كده يا مونتي انت لازم تسمع كلامي عشان ما يحصل لكش زي اللي حصل شبيطة. انت ناسي انه لازم يحصل لانه محكوم عليا بالاعدام. مش ناسي يعني، عشان كده لازم تسمع كلامي بالحرف الواحد ده لو كنت عاوز تعيش. ايه لعبة تانية من ألعابك؟ تقصد ايه يا مامتي؟ توهميني بالهروب علشان نفضل مستسلم لحكم الإعدام، وفي نفس الوقت يتقتل شبيطة وتبقوا خلصتوا مننا احنا الاتنين. يا ريتني مت قبل ما اشوف اللي قتلك قدامي غدر يا شبيطة. وانتي انتي اكيد كنت عارفة اللي هيحصل من الاول، علشان كده ضحكت عليا بحكاية الهروب دي عشان تبعدين عن شبيطة وتخلصوا منه براحتكم، وفي نفس الوقت تراضوا خدامكم روبي. أرجوك أرجوك ما تجرحنيش بكلامك ده. إذا كنت أنا بتجرحي بكلامي فأنت قتلتيني، كلكم هنا قتلتوني. لما خليتوني أشوف صاحبي بيموت وأنا مش قادر نمسك اللي قتله، بس روبي لازم يموت، لازم واني اللي هنقتله لانني ميت ميت. ايوه ده انتوا خططكم بشعه قوي. وقت كده احنا بني امين وخاص في نظركم. أهنيك يا ست تريزا، أهنيك إنك قدرت تنفذي لهم كل اللي هم عايزينه. مودي أرجوك يا مودي لآخر مرة ما تجرحنيش بكلامك. خلاص ما عادتش تفرق، أني ميت ميت زي ما قلت لك. بس أنا كل اللي بندعيه من ربنا دلوقتي إنه يطول في عمري، يديني العمر لغاية ما أخلص عليكم كلكم. أنا حتى مش هسيبك لغاية ما تهدى وتعرف تفكر كويس. بس قبل ما تمشي أحب إنك شوف لك وراي، بما إننا خلاص بقينا نلعب على المكشوف. أنا قبل ما نيجي هنا قتلت 3 إنجليز في اسكندرية علشان اغتصبوا خطيبتي زغدانة. اسكت
مسحوم؟ ما خلاص ما عادتش تفرق، ولازم كلهم هنا يعرفوا علشان حكم الإعدام بتاعي يبقى له قيمة. لازم الكل يعرف إن أنا اللي قتلت الإنجليزي اللي اتقتل. اسكت اسكت يا مودي اسكت. بابا سيب حالك كل اللي أنا بعمله. هو أنت لسه هتعملي حاجة؟ ما خلاص كل حاجة خلصت، خلاص بس اللي لازم تعرفيه كويس وتبلغ للكل اللي هنا انني مش هنسيب ده مش بيطير وحضر، لا السن بالسن والعين بالعين والبادي اصلا. خلاص قلت كل اللي انت عاوزه يا مودي، بس انا مش هزعل منك علشان انا مقدره الحاله حكايتي كلها من يوم ما دخلت كفر زياد، وربنا يعلم اني ما كدبتش عليك في كلمه واحده. صدقه سنين وش القشطه ده ما يعرفش يكذب ابدا. صحيح يا ناس اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. انت عندك بلوى يا استاذ رشاد؟ اربعه. مش جعانه؟ لا مش جعانه، متشكره قوي. قولي هو فاضل قد ايه لحد ما نخش على اسكندريه؟ اسكندريه؟ ايوه بصراحه بقى وحشتني قوي، وحشني هواها وناسها اني قضيت عمري كله فيها. اسكندريه ام الخفه على البحر الابيض تفاحه، هات الشبك ارمي الدفه ويلا بينا الملاحه ويلا بينا. سيد الليل اسكندريه مريه وترابها زعفران، بس احنا مش طالعين على اسكندريه. امال طالعين على فين؟ كلها فركة كاوتش ونوصل ام حروسه بمصر ام الدنيا. مصر؟ ايوه مصر. خبر اسود. الله انت مش كنت رايح كفر زيت اسكندريه؟ ايوه سنيوره، بس حصل لخبطه في الترومبين، قلت ارجع مصر اصلحه وبعدين ارد ان شاء الله على اسكندريه. يا لهوي. طب اقف. ايه؟ اقف.
كمان واحد. وقف يا استر رشاد. نعمل ايه بس يا رب في المصيبه اللي انا فيها دي؟ استهدي استهدي بالله يا بنت الناس. احمدي ربنا انك مش هتنزلي اسكندريه اليومين دول. ليه؟ الالمان هيجيبوا عليها وطيها ويطرر منه الهلال يكسب ولا يربح ولا يتورد على جنة. قولي امين امين. بس على الاقل اسكندريه نعرف فيها ناس، لكن مصر دي ما نعرفش فيها حد خالص. يا سنيوره مش كفايه انا ولا ايه؟ شو بقى يا استر رشاد، يعني خلاص ضربت في نافوخي اني لازم ننزل اسكندريه. انا مش ممانع يا سنيوره. الله، بس سفر الليل وحش على اللي زيك، وانت مش واحده عاديه. لا ده انت طبق قشطه متلغمط بالعسل النحل. استر رشاد انت بتهز راسك كده ليه؟ مرض يكفيك الشر، من كتر ركوبي في الترومبيل ده بقيت كده خلاص. ده حتى لما باجي انام العيال بيهزوا السرير عشان يجي لي نوم، كاني راكب مراجيح سيدك المرسى ابو العباس. طب والعمل دلوقتي في اللي انا فيه ده؟ العمل عمل ربنا. بقول لك ايه، انت تيجي تقعدي عند اي فرده من اللي انا متجوزها. انا مش قلت لك الناس عندها بلوى وانا عندي اربعه ومخلف منهم قولي 16 17. وبتعرفوا من بعض ازاي؟ بالنمر. نمر يعني ايه يا استر رشاد؟ يا سته اعملي لي شاي، يا سبعه حضري لي الفطور، يا ثمانيه اغسلي لي الهدوم. عقبال عندك نمره اتنين جالها عدلها، ونمرة واحد خدوه جهدية. مبروك. أهلا وفاضية، تأمريني أخلصك من الأربعة دول في طقة واحدة. وبعدين لمؤاخذة سنيورة، أنا مرضاش إنك أنت تركبي بالليل، وبعبير الصراحة كده ممنوع ركوب الحريم في أوتورمبيلات النقل. أمال ركبتني معاك ليه؟ أنا بقول حريم، انت مش حريق، انت قمر. قمر نزل من السما قال لي التاخر يا اسطى رشاد خدني جنبك على الكراويك. يا ليت الشباب يعود عمرا. اسطى رشاد يعني ايه اسطى رشاد؟ انا جعانه قوي. ها ما شاء الله بابا ناوتيكا بابا مندي. انا لما عرفت انك مريض تعبان طلبت زورك مندي. ومين اللي بعتك المرة دي؟ ومين اللي خلاك تضحك على شبيطة وتفهمه انك شايف ملاك الموت في كفه، وانت اكيد عارف انهم كانوا بيدبروا موته؟ مندي مندي انا في كلام مظبوط؟ انا ما في كلام خربان مني ومني بابا. انا ما في معلوم مندي. يا جدع انت ما تجننيش. لما انت ما تعلمش وهي كمان ما تعرفش، امال مين اللي يعرف؟ ومين اللي بعتك يا كومارو؟ تريزا ها؟ مش كده؟ انت؟ لا بابا لا بابا، اذنب نفر حرام تريزا. لا لا امال مين يا جدع؟ مندي انا يجي هنا عشان نفر روبي. قولي كده بقى،
وبعتك ليه روبي ان شاء الله. شوف مندي، انا في كلام مظبوط، ما في كلام خربان مني. ليه مندي؟ مندي انا يجي هنا بسبب روبي، عشان في كلام سوا بين كومارو اند مندي، مش عشان روبي بعتني. مش فاهمك يا كومارو. مندي انت في فكر دور مندي مخ في تفكير عشان ابح روبي. مندي انت في خوف من كومارو. مندي لا انا قول مندي، عشان لو ناوي انا في مساعدة. مساعدة في ايه؟ ابح روبي ابح، ما تنساش ان عامل وقت مهم كتير، قرار لازم يكون سريع. جلدي كارو. سلام، الواحد كان شرهان اكتر من العربية بتاعته. ايه رأيك يا سنيورة؟ حتة دماغ عجل، انما ايه لوبيا. الحمد لله استرها معانا ومع وليانا يا رب. الحمد لله، انا متشكرة قوي جعانة. اجيب لك تاني زور سبغ؟ يا لهوي، عايزني ناكل تاني؟ ده انا خلاص بطني اتملت، مش مستحمله لا لقمه تاني. اتنين شاي بقى حبر صبار من اللي بيعوروا البق نحبس بيهم. من يوم ما بطلنا نبيعه انا كمان بطلت نشرب. وبعدين يلا بقى عشان نلحق نوصله. يلا فين؟ ده لسه شويه شاي، حجرين معسل، حوده على السيد البدوي، شويه حلاوه سمسميه، شويه حلاوه سودانيه، شويه براغيث السر. قول يا عم رشاد. بلاش عم دي، قوليلي رشاد. طب وانت ايه مصلحتك في قتل روبي؟ شوف مندي، مندي انت ما في معلوم عن حكاية كومارو. كومارو مش يجي معسكر هنا لوحده، لا مندي، احنا كنا ثلاثة اخو يجي هنا عشان اخد مركب مثلك انت وزميلك سبيطة رحمة الله. لكن مش احصل مني وصارة. لفا كلنا توهم كتير مندي عشان يبقى تحت سيطرة. هو المكان اللي احنا هنا فيه ده يا كومارو ايه بالظبط؟ مندي ده مكان طبي للعلاج، مكان مريض يجي ياخد علاج هنا تحت وصاية بريطانية، لكن صليب احمر يمسك اشراف عليه. ممنوع مريض يهان الا اذا ثبت اجرام. كده بانت ألعابهم كلها، وطبعا القاضي جاهز بالأحكام مش كده؟ تيكا مندي، كده انت تيكا، ابدأ افهم امور امشي هنا ازاي. فهمت يا كومارو، بس متأخر قوي بعد ما راح اللي راح. قول، من ساعة ما نزلنا هنا والناس عاملين بحلقوا فيا، هما بيبصوا لي كده ليه؟ عندهم حق، أول مرة يشوفوا قمر نازل من السما ماشي على الوجيه وبياكل لحمة راس. لا أنا بتكلم بجد، هما بيبصوا لي كده ليه؟ واخدين يا سنيورة إن أي سواق بينزل من عربيته في ديله التباع بتاعه، أول مرة يشوفوا قمر، وقمر إيه؟ قمر قشطة، ماشي وقاعد وبياكل معايا. طب ما تقول لهم ان انا بنتك. هديعك نانا، هديعك نانا. تاكلي تاني ولا شبعتي؟ لا الحمد لله انا اكلت خلاص، انما قولي
بجد يعني هو ممنوع ان نركب معاك العربيه؟ محدش بيركب مع السواق الا التبع بتاعه، وقلتها لك قبل كده سنيورة، ركوب الحريم في النقل ممنوع ممنوع. خلاص بقى يبقى اني ندور على عربيه تانية توصلني اسكندريه. الله 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 الله، ليه بس؟ الله ازعل انا كده؟ هي خلاص الرجوله اتشالت مننا؟ اسيبك تتبهدلي في انصاص الليالي؟ احنا مش اتفقنا يا سنيورة ان احنا ننزل مصر بالسلامه والجراش عند اي واحده من الاربعه اللي على ذمتي؟ يعني مش عايزه اسبب لك مشاكل معاهم. طب يا ريت عشان اخلص منهم طقه واحده. لا لا لا، اني خلاص قررت اني هناخد عربيه واللي يحصل يحصل. استهدي بالله استهدي بالله يا سنيورة، مش كده؟ الله، يعني انت شايف ان ما فيهاش حاجه انك تجرني في ايديك كده وتدخلني على الحريم بتوعك؟ حريم مين؟ يجي يشوفوا الحريم اللي بجد، بعدين هم عارفيني انا سبع بيتي. اي واحده تزعلني ما عنديش الا كلمه واحده، عسكري وريتها. خلاص اللي تشوف. بابا لو ما لحقتش نفسك انت كمان في موت بابا. سيبك مني وقولي دلوقتي، انت ليه جيت لي وسالتني اذا كنت منفكر نقتل روبي ولا لا؟ بابا من الاخر، بابا انت لو في مخ تفكير بابا ابح روبي، انا في مساعده. طب وهتساعدني ازاي؟ كده اني امنت لك. قولي بقى يا كومارو، بعد ما امنت لك كده مين بالظبط اللي بعتك؟ تريزا؟ لا لا بابا، لا لا، تريزا لا، اسم النفر حرام بابا. يبقى اكيد انت ليك حكايه مع روبي وعايز تخلص منه. روبي، قولي صحيح، انت ما كملتليش حكاية اخواتك اللي كانوا معاك هنا. بابا روبي اتباح، بابا اخو مالانا اتباح، تلاتة اخو مالانا بابا. قال الدكتور في مخ خراب، مريض مجنون بابا. قاضي صدق كلام صليب احمر، حدد ميعاد استلام ترحيل، لكن روبي سبق وذبح اخو انا بابا. طب ليه قتلهم؟ ليه؟ عشان نفر ادخل معسكر مش يطلع منه ابدا، مش ارجع بلاد تاني. عشان في خوف بابا، نفر انقل معلومات عن نظام، جغرافية مكان، عن سلاح مخبى تحت سيطرة انجليز. ايوه دي الحكاية هنا غويطة قوي، واللي يجي هنا يا اما يعيش في الصخرة يا اما يموت. هنا بقاء للأقوى من دي. ده مش هنا بس يا كومارو، ده في كل حتة. يظهر ان ده نظام جديد بيجربوه علشان يطبقوه في الدنيا كلها. اللهو هو اللي يكسب وهو اللي يعيش. هو اللي يعيش. مندي انا سعيد كتير مندي، واتمنى لك الخلاص من روبي.
طب سؤال أخير يا كومارو. اسأل صديق، اسأل. أنت ليه ما قتلتش روبي بنفسك بعد ما قتل إخواتك؟ أنا إبح روبي؟ أنا في ضعيف، أنا مسكين مندي، روبي قوي قوي مجنون ما في صار. مندي صديق، مندي أنا عشت على أمل واحد، مندي يجي نفر هنا إبح روبي، أنا سعد عشان أعيش مرتاح شوية شوية بقية عمري. ماشي يا كومارو، ماشي. المشكلة بقى إزاي ياخدك معايا في العربية ونروح الجراج وحتة مقطوعة والصنايعية يقولوا إيه بس؟ يعني هنسبب لك مشاكل؟ خلاص هاخد عربية تانية. اصبري اصبري يا سنيورة، جات لي فكرة. نوصل مصر بالسلامة وحنزلك عند مخزن الترميات اللي في شبرا. مخزن ترميات؟ طب أنا هعمل إيه هناك؟ تنزلي تاخدي الترماي وتقولي للكمساري نزلني آخر الخط عند السيدة زينة. رحت فين؟ سمعاني؟ سمعك. خدي ادي حتة بعشرة. لا مش برادة، تقطعي تذكرة بنكلة وتخلي الباقي معاكي، متعرفيش الظروف ايه. انت هتعوق عليا. مسافة مواد العربية الجراج أردلك على طول. اسمعيني يا بنت الناس، احنا هنوصل والدنيا تماسي، ممكن شبان يمشي وراكي يعكسوكي يتكلموا كلمة كده كلمة كده يبصبصولك. عارفة هتعملي ايه؟ يا عسكري. مش ناقص بقى غير انك تقولي انت علاقتك بالحرس اللي هنا ايه؟ صرتة صرتة صديق صديق، أنا صرتة خراب، صرتة صرتة. أنا ادفع فلوس كتير كتير، اقرأ كف اكسب فلوس ادفع صرتة. لا تخاف مندي، أنا رددت كل شيء مع صرتة. حلو، الله يستركم عارو. يبقى مش ناقص بقى غير انك تقول لي فين المكان اللي فيه روبي بالظبط. ممكن مكان واحد نخلص فيه من روبي، عند تريزا. هو روبي بيروح لها؟ لا بابا، لا 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 بابا، حرام ازلم نفر. تريزا ملاك بابا، لكن احنا ممكن نستدرجه هناك بابا، اعمل كمين ابح روبي. لا لا مفيش داعي، يعني عشان ما نعملولهاش مشاكل، وبعدين هو كمان ممكن ما يصدقش. احسن حاجة اننا نخلينا طبيعيين. وانت كل اللي عليك يا كومارو انك تقولي هو في انه داهية بالظبط. متأكد هتنفذوا حكم الإعدام في مونتي بكرة؟ إزاي؟ إزاي ده مريض؟ يبقوا فعلاً عايزين يخلصوا منه. أوكي، إحنا هننفذ كل اللي اتفقنا عليه الليلة. أوكي، هننفذه بالحرف الواحد. من خيوط عنكبوت
من غربة للدنيا ومن موت لموت، زي اللي وقعت من خيوط عنكبوت، في كل خطوة قدر ورعب وخطر، في كل خطوة قدر ورعب وخطر، وقدر محضر ليها مفر وتابوت، وقدر محضر ليها مفر وتابوت. سرطان انت في صديق انا سلطان، ها انا اكلم جنرال كبير عشان انت علق، ها في فلوس سلطان زين بابا سلطان سكريا سكريا. صديق صديق اخو اخو انا انت و صرت انت تافي ضعيف تافي مسكين انا في فلوس بقسيس عشان كل سماك فيش بحر انت في قوي بعدين كون جنرال. ها صرت فيكا فيكا متشكر قوي يا كبارو متشكر قوي ناو يبقى روبي روبي سلطان
مندي انت صديق كبير. مندي انا في خوف عليك. مندي ما تخافش يا كومارو، بس انت ادعي لي. لا لا الا الله محمد رسول الله. الله احميه. وفرقها مبني والمحبوب.